اليوم اني ومغاصة اربع سعار باش نوثقو لكم وصفة مقرونة بالتن على طريقة المساترية في مطعم دار خديجة مع الشيف صبري. اول المقرونة نحط الطماطم متاعنا ونزيدوه الفاح اللي هما فلفل احمر وملح حسب الذوق، ومعاهم فلفل مكوش، وبعد نزيدو الزيت ومعاه الرند، ونزيدو اهم حاجة اللي هي الثوم، خليوه تتلهوش في عقلها لين تتنحى على قروسية. السر متاعها قالكم شيف صبري لازمك تمرقها على مراحل، كل مرة تزيد شوية الماء. بمناسبة عيد ميلادها العاشر مغاصة اربع سعار باش تربحكم كل جمعة هدية. عليكم كان تبارتاجيو الفيديو هذا، تحطوه في ستوري وتتبعوا صفحة مغاصة اربع سعار. هذه الحلقة الخامسة من ماكلتنا الزمنية، وين كل جمعة شنوثقوا لكم اكلة جديدة في مدينة جديدة. توا كتابة الصوص باش نزيدوا الطن متاعنا، راهو ياخذ من بين درجين وربع ساعة باش يطيب اكاهو. توا الشيف صبري باش يعطيكم سر المهنة، باش يحط الكبار وفلفل برا عبيد باش يزيدوا الصوص وباش يقليهم على المقلة، باش نزيدوهم البات اللي ناقصة طياب باش نخليوها تطيب مع الصوص متاعها. صدقوني باش تحصلوا على حاجة بنينة ما صارتش، وشوفوا المنظر يحكي وحده. وما ننساوش الحوتة متاعنا، طابت في حقها وبنتها غير عادية، نزيدوها زيت الزيتونة باش نتحصلوا على نتيجة كيف هذه. نحب نوريكم يا جماعة مقارونة التن، شوفوا صدقوني كون قلكم البنة متاعها عالمية، البنة متاعها عالمية برشا. قلك التن مش باهي في المقرونة، التن كي تشريه فرشك من ابن مقرونة تمسكلها في حياتي. بسم الله، شوفوا لي تشخشيخة مثل المقرونة.